انا اخد تحليل لعمل واشنج ماشين. الواشنج ماشين اللي انا اخترتها اللي هي نفسها موجوده في اللاب هوفر اكسترا. هلا من مواصفاتها عندنا هون الحمل تبعها 7 كيلوغرام. 7 كيلوغرام يعني الغسيل، كميه الغسيل اللي بنحطها فيها 7 كيلوغرام هذا اللود. بعدين عندنا السبيننج سبيد تبعتها، سبيننج سبيد. ليش السبيننج سبيد مهم انها تكون عاليه؟ عشان التنشيف، مش هيك؟ من هاي هون 1200. فلما بقول بالعاميه مرات بقولوا 1200 دوره، هي 1200 دوره بالدقيقه. هاي السرعه اعلى سرعه ممكن يوصلها الدرم اللي بنشف عشان يشيل الماء. درجه الحراره، درجه الحراره اللي هي لتسخين المي. ممكن المي تتسخن او ممكن نغسل من 30، طبعا في 40 50 60. هلا ممكن 70 و 80، بس هم عادة إذا طلعوا فوق ال 60 بيطلع لها 90، وال 90 عادة بتستعمل لإيش؟ الأشياء البياضات البطن. 30 و 40 عادة بيستعملوا الأشياء الديليكت، بنسميها الديليكت، لما بتتحمل درجات حرارة عالية 30 و 40 90. إذا هذه درجة حرارة المي. مدخل الغسالة هاي ما إلها غير مدخل مي باردة بس، أونلي. ووتر انلت، بمعنى انه نو هوكس ووتر انلت، ما لها مدخل مي سخنه، مدخلها الوحيد هو المي البارده. بتعرفوا ليش؟ مشكله في البيوت اذا استعملنا، اذا كان عندي مدخل المي السخنه رح تضل تسحب في البدايه مي بارده لحد ما توصلها المي السخنه، فبتكون سحبت كميه اكثر من الكميه اللي بدها اياها اصلا الغساله. فكل الغسالات الحديثه ما بيستخدموا مدخل مي سخنة، المدخل الوحيد هو مي باردة، بعدين هم بسخنوا المي لدرجة الحرارة المطلوبة من درجات الحرارة اللي موجودة هون. طبعا أحد التصنيفات المهمة للغسالات هي كمية استهلاك الطاقة. كمية استهلاك الطاقة هون معطيني هو 1.75 كيلو وات اور بير سايكل. طبعا السايكل رح تختلف، هو هون بده يلاقي تيبيكال سايكل، لانه في سايكلز كثيره ممكن يعمل يغسل على 40 على درجه حراره 40 لمده ساعه مثلا، ممكن يغسل على درجه حراره 50 لساعتين، ممكن يكون الحمل مثلا اكثر، ممكن يكون الحمل اقل، ممكن عدد الدورات بالدقيقه ما تكونش 1200 تكون 80 دوره بالدقيقه، بس هذه تيبيكال سايكل اعطاني. ايش وحده ايش هاي الكيلو وات اور؟ وحده طاقه ولا انرجي؟ باور ولا انرجي؟ باور. لا انرجي، هي كمية الطاقة اللي بتسحبها على هاي السايكل من هون، انرجي كونسومشن. وانلت كولد ووتر، بس بدخلها كولد ووتر. هلا هون اذا بدنا نبدا نطلع على التركيب العام من الداخل للواشنج ماشين والخطوات اللي بتمشي فيه. هلا عندنا هون راح نلاقي في عندنا تستخدم هاي الغسالة بشكل خاص، تستخدم شيء اسمه يونيفرسال موتور. هذا المحرك الرئيسي اللي هو is used to rotate the drum. ايش يعني درم؟ درم اللي هو المكان اللي بنحط فيه الغسيل، هون راح احط بس حتى اعبر. فهذا الدرم perforated. ايش يعني perforated بالانجليزي؟ خطأ. مخزق بيرفوريت. لان احنا المي بدنا اياها تدخل وتطلع، الغسيل بده يضل جوا المي بدها تدخل وتطلع، فاللي بده يحتوي المي مش هذا الدرم المعدني اللي بيكون عاده من ستينلس ستيل. في راح يكون في مكان ثاني زي حوض او حوض، والحوض هو اللي راح يحتوي المي، والحوض هذا نفسه كمان في بداخله راح تكون الهيتر. خليني اقرب شوي من هون. هاي هون الالكتريك هيتر، فالمي راح تعبي المي مثلا لهذا المستوى من هون فرضا، والدرام طبعا معروف زي ما حكيت انه الدرام هون بيرفوريتد. بيرفوريتد يعني خضة، احتمال كبير انه ستينلس ستيل. خلينا نحصل على ستينلس ستيل درام.
سكر بالله الباب. زين هذا هون ستينلس ستيل درم، هذا بيرفوريتد خلص راح يلف. هذا هون اللف راح يصير. عندنا هذا هون التانك او الريزرفوار. وهذا راح يحتوي على المي. وطبعا عندنا راح يكون في انبوب من هون بيطلع من التانك. فلكسبل هوز. ايش هوز يعني؟ فرديش. هذا الفرديش هون راح نحطه يا يعني نحطه على المغسله يا يعني نحطه بمكان تطلع المي. هذه هون عندنا بامب، راح نشوف صورهم هلا افرجيكم صورهم. هذه هون بامب، والبامب راح تطلع المي بس نخلص الغسل ونخلص عمليه الغسل. هون بصير التحريك، البامب راح تشتغل بحيث انها تفضي المي. لاحظوا الارتفاع المستوى هون شنو على المستوى اللي هون. حتى لو البامب هاي فاتحه بس مش شغاله ما راح تطلع المي، راح تضلها المي هون على نفس هذا المستوى. ولذلك هذا قبل ما تغسل لازم تكون رافع هذا البربيش ومركبه على ارتفاع معين. ركب هذا البربيش على ارتفاع معين، فلو عبى هذا من هون راح تضلها المي موجوده هون. هلا عاده بيكون في مكان ايمرجنسي. ايش ايمرجنسي؟ للطوارئ. بكون في هون محبس للطوارئ عشان لو هاي خربت المضخه وما قدرناش نفضي المي نقدر نفتحه ونطلع المي. اوكي، بكون هذا يدوي مانيوال، مانيوال ضار. طيب يا دكتور، يعني هسه هذيك المره فتحت الغساله من هون نزلت مي. طلعت المي، ما هي معبيه مي من هون والمضخه ما شغلتهاش. او ممكن المضخه تكون مصفي معظم المي بس ضايل شوي. بس افرض انت جيت على الغساله وهي واقفه ما بتشتغلش، خلص وقفت معبي مي، حاول تفتح الباب ما راح يفتح معك الباب لانه عامل له لوك كحمايه. لو حاولت تفتح الباب بايدك ما راح يفتح وهي ملانه مي، لانه في سنسر للمي جوا لارتفاع المي. ما فيش طريقه، والبامب هاي مش عم تشتغل، بدك تفضي المي. فهي الطريقه هي مانوال، بتفتح من هون تنزل المي. مرات بكون في اوساخ كمان واشياء زي هيك بتنظفها، في فلتر صغير في داخله مانوال فلتر، يعني بس بتفضي منه الاشياء ازرار واشياء زي هيك بتكون تقدر تفضيه بتسكره. بس على الاقل حتقدر تفضي المي من هون، لانه هاي البامب اذا خربت من هون ما فيش عندي طريقه افضي المي. اذا عندنا هي مستوى المي من هون. هلا في عندنا كمان راح يكون في مكان بيعبي المي. خلينا ناخذ مثلا من هون. هون في عندنا سولينويد. سولينويد فاضي. والسولينويد فالف هاي بيجي من، خلينا نحط هون شكل حنفية. هاي هون تاب. وهذا السولينويد فالف بيكون الكتريكلي اوبريتد. شو يعني الكتريكلي اوبريتد؟ يعني كهربائيا انا بقدر هذا الفالف افتحه واسكره. فهذا هون بيكون عندي عليه هون سولينويد. والسولونويد بيكون الكتروماغنتيك، والسولونويد بيسمح لهذا الفالف انه يفتح ويسكر. اذا المي راح تنزل بالجاذبيه، ما في مضخه تدخل المي. اوكي، المي ما بتدخل عن طريق الجاذبيه، المي ما بتدخل عن طريق مضخه، بتدخل عن طريق الجاذبيه. ولذلك لازم يكون في عندنا ضغط كافي في هاي. اذا الضغط ضعيف من هون مرات ما بتعبيش. بس لازم تكون هاي هون فيها ضغط كافي حتى يقدر يعبي مي. فاحنا بنعبي مي مش بالمضخه، بس بالفتح تفتح الصمام تسمع صوت الفالف هذا السولونويد هذا فتحت.